ربنا ان شاء الله باذن الله يجيب الخير. كابتن عماد، كابتن وليد قال في بدايه اللقاء ان الاهلي في احتياج لمصطفى فتحي. مصطفى فتحي لعيب كويس طبعا، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، لعيب من اللعيبه اللي بتقدر تستحوذ وتروح واحد ضد واحد، وده طريقه لعب كولر مصطفى فتحي يقدر يقوم بيها. على حساب مين؟ لا هو مش على حساب حد، هي النقطه كلها انا بشارك في اكتر من بطوله، والراجل عنده سيناريو التدوير بيغير ويودي ويلاعب ناس كتيره جدا، يعني مره تلاقي طاهر، مره تلاقي عبد القادر، مره تلاقي حسين الشحات، مره تلاقي بيرستاو، يبقى عندي مصطفى فتحي كمان، يبقى عندي امام عاشور، يبقى عندي حلول كتير، لان انا بشترك في منافسات كتير، منافسات كتير. النادي الاهلي كسب فاز باربع بطولات منهم، ولسه عنده السوبر الافريقي، عنده كاس العالم للانديه، عنده كاس مصر، وبعد كده السوبر المصري، دي كلها بطولات كبيره. انا محتاج يبقى عندي جاهزيه كبيره جدا من اللعيبه، لما واحد يقع مني يبقى عندي اثنين وثلاثه يشيلوني بعد كده. فده فكر النادي الاهلي وفكر الراجل. انا بحيي كولر، الراجل مخلي كل اللعيبه رجليها في الملعب، الراجل مخلي كل اللعيبه حاسه انها في اي لحظه هتكون موجوده، مخلي كل اللعيبه جاهزه، مخلي كل اللعيبه مبسوطه. وصعب جدا انك ترضي اي لعيب بيقعد احتياطي، الراجل ده مخلي كل اللعيبه مبسوطه. كولر مفيش لعيب في النادي الاهلي تلاقيه زعلان، مفيش لعيب في النادي الاهلي قالب وشه، لان النهارده قاعد بكره بيلعب، النهارده بره السكور بعد بكره. مدرسته افضل ولا موسيماني؟ لا مدرسه كولر طبعا، مدرسة في الوقت الحالي كولر اوقع. كولر عامل تدوير بشكل جيد، بيتعامل نفسيا وهادي. موسيماني طبعا حق انجازات مع النادي الاهلي ما اقدرش اتكلم فيها، لكن الفكره كلها موسيماني كان بيركز على تشكيل معين وبيلعب بيه، لكن كولر لا، عامل تدوير بشكل مميز، بيختار التوقيتات المناسبه اللي يحط فيها لعيبه ويغير فيها لعيبه، وناجح مع النادي الاهلي بامتياز صراحه. فانا بحييه.